الرحيم، اعزائي طلبه الطلبات الصف الثاني الثانوي، اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الكم ومفهوم الكم او الكوانتم، وبعد كده نتكلم عن اعداد الكم ونشوف عدد الكم الاربعه. الاول من تكلم عنها هو العالم الكبير نيلز بور من خلال النموذج الذري المعروف واللي احنا درسناه في المرة السابقة. طبعا كم الطاقة هو كمية الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون من مستوى الطاقة أقل في الطاقة لمستوى الطاقة أعلى. تمام، الإلكترون أثناء انطلاقه من مستوى أقل الطاقة الأعلى بيكتسب طاقة، هذه الطاقة بيفقدها عند إيه؟ عند هبوطه للمستوى الأدنى مرة أخرى، ويفقد هذه الطاقة في صورة إشعاع ضوئي. الكم أو الكوانتم كمية محددة من الطاقة لا تتجزأ ولا تتضاعف. كم الطاقة اللازم لانتقال الإلكترون من مستوى K إلى L يختلف عن كم الطاقة اللازم لانتقال الإلكترون من L ل M، أو مثلا من M ل N وهكذا، ولكن لا يتجزأ الكم ولا يتضاعف. طبعا عدد الكم عندنا أربع أعداد. نبدأ بعدد الكم الرئيسي اللي إحنا بنرمز برمز N سمول، ده بيحدد لي مستوى الطاقة الأساسية، بحيث إن المستوى الأول N بيساوي 1، L بيساوي 2، N بيساوي 3 في المستوى الثالث، N بيساوي 4 وهكذا، يعني باخد أرقام صحيحة من 1 إلى ما لا نهاية. بواسطة عدد الكم الرئيسي ممكن أقدر أحصل على أقصى عدد من الإلكترونات يتشبع من مستوى الطاقة من القاعدة 2N تربيع. 2N تربيع بتحدد لي أقصى عدد من الإلكترونات. ثم وإن تربيع بتحدد لي عدد الاوربيتالات. عدد الكم الثانوي ال يحدد عدد تحت مصادر الطاقه او مصادر فرعيه، ياخذ القيم اس وبي ودي واف، ياخذ رموز اس وبي ودي اف، بياخذ القيم 0 1 2 3 حسب طبعا المستوى الفرعي. طبعا بنديله باختصار او بصوره عامه 0 ال ان ماينس 1، بحيث ان 0 طبعا ايه اقل من ال، وال اقل او يساوي ان ماينس 1. عدد الكم الثانوي مفروض بيحدد المستويات الفرعيه. بيالي الكلام ده طبعا عدد الكم المغناطيسي ام ال، وام ال مفروض ايه بيحدد الاتجاهات والاشكال الفراغيه لمستويات الطاقه تحت الفرعيه اللي هي الاوربيتالات. بيحدد لي شكل الاوربيتال، وبيحدد لي اتجاه الفراغي في الفراغ. وطبعا هتلاحظ ان المقرر عليك الشكل الفراغي للاوربيتال اس والشكل الفراغي للاوربيتال بي. عدد الكم المغناطيسي قيمه ماينس ال اقل من ام ال اقل من بلس ال. وطبعا ده ممكن هنوريه لك في ايه بعض المسائل والامثله اللي هنشوفها في الاخر. اهم حاجه ان هو بس بيحدد المستويات تحت الفرعيه، وبيحدد الشكل الفراغي ليها، والمطلوب منك طبعا ايه الشكل الفراغي للمستوى تحت الفرعي اس اللي هو كروي الشكل المتماثل، وبي اللي هو طبعا ايه بيشبه كمثرتين متقابلتين من جهه الراس. عندي بي اكس بي واي بي زد حسب الابعاد الثلاثه، طبعا لان طبعا الذره زي ما انت عارف جسم ثلاثي الابعاد. معذره. طبعا الجدول اللي قدامك واضح بيوضح لك ايه قيم عدد الكم المغناطيسي للمستويات K و L و M و N، الاربع مستويات الاولى اللي انا بطبق عليهم الكلام ده. وطبعا انت عارف بالنسبه برضو بخصوص القاعده تقول تربيع لا تنطبق على المستويات الاعلى من المستوى الرابع N، لانه لو زاد عدد الالكترونات في اي مستوى للطاقه عن 32 الكترون تصبح الذره غير مستقره او مشاعه يعني. عشان كده طبعا ايه بطبق هذه القاعده على المستويات K L M N من 1 ل 4. طيب طبعا بنوريك بعض الامثله برضو ازاي تحسب عدد الكم المغناطيسي للمدار L، مدار M، مدار N. طبعا K بيحتوي على مدار فرعي 1، عدد الكم اللي هو N بيساوي 1، عدد الكم الثانوي هيبقى 0، الاوربيتال S عدد الكم المغناطيسي هيبقى هنا ايه 0. بالنسبه لل بتلاقي ايه بياخذ القيم من سالب 1 وصفر الى موجب 1. طب انا بتكلم من اليسار لليمين.
لان طبعا بيحتوي على مستويين فرعيين وهكذا. المهم ان انت عندك طبعا ايه المستويات الفرعيه اس وبي ودي واف. اس اوربيتال واحد، بي 3 اوربيتال، دي 5 اوربيتال، واف 7 اوربيتال، يعني اعداد فرديه. تمام. عدد الكم المخزلي طبعا العدد رقم 4 طبعا ده في عدد الكم، المفروض بيوصف لحركه الالكترون حول محوره او حول نفسه، وبيأخذ قيمتين موجب نص او سالب نص. ليه؟ في حاله الازدواج، اذا حدث ازدواج داخل الاوربيتال فان احد الالكترونات يدور مع عقارب الساعه والاخر يدور عكس عقارب الساعه لتقليل قوى التنافر بينهما لاقصى درجه. لان طبعا الالكترون بيعمل شحنه سالبه، وطبعا لو في الكترونين داخل الاوربيتال هيحصل بينهم تنافر شديد، فعشان كده كل واحد فيهم بيدور في اتجاه مخالف للاخر. فانا عندي ايه عدد الكم المخزلي ام اس بياخذ قيمه موجب نص لو كان مع عقارب الساعه، او سالب نص لو كان عكس عقارب الساعه. يعني هم القيمتين دول ثابتين ما بيتغيروش بالنسبه لعدد الكم المخزلي. طبعا في طلبه متخيله ان ايه وجود الكترونين بيمنع خالص او بيمحي قوه التنافر. لا، هو بس ايه بيحدث ايه انخفاض ليها لاقصى درجه حتى يستطيع الالكترونان ان يعيش مع بعض داخل هذا الايه هذا الاوربيتال. تمام. لان طبعا زي ما انت عارف الالكترون كجسيم مادي متحرك بينشا ليه اثناء دورانه مجال مغناطيسي، فمفروض ان هو ايه كل الكترون بيلف في اتجاه بيبقى ليه مجال مغناطيسي معاكس للالكترون الاخر، فيقلل على لاقصى درجه قوه التنافر بين هذين الالكترونين. طبعا يعني ايه اكيد في تفسير طبعا وكلام كتير عن عدد الكم اكتر من كده، ولكن احنا طبعا بنتكلم في نطاق الجزء بتاعنا في المنهج او المطلوب منك. فانت يا ريت تذاكرهم كويس وتشوف الفيديو للنهايه. والفتره اللي جايه هنحاول بقى ايه نتكلم على التوزيع الالكتروني وقواعد توزيع الالكترونات في مستويات الطاقه حسب مبدا الاستبعاد لبولي، وحسب مبدا البيانات الصاعدي، وحسب قاعده هوند. وطبعا اهم حاجه اهم جزء في الباب الاول بالنسبه للطريقه الثانيه ثانوي ان احنا نعرفك طريقه التوزيع الالكتروني عن طريق المستويات الفرعيه. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا وتابعوني، وفي اسفل الفيديو هنسيب لكم اختبار تجريبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء.